ملينا من جو من اجواء البيوت، نحن ما متعودين هيك، نحن منطقتنا منطقه زراعيه، فمتعودين انه نضل قاعدين تحت الشجر ونطلع ونفوت، ما متعودين على جو البيت. عدى علينا ايام قاسية جدا جدا. هالايام القاسية ادت الى ان يضيق نفسنا ونقع باشكال فعلا يعني اندوخ. لذلك هذا متنفس للجميع، مو بس الي، للجميع. يعني هو الحياة، يعني هو ايش بدي اقول لك، فعلا منفذ لنا لحتى نشم الهواء ونكتسب طاقة ونجدد الهواء ونتنفس تنفس نفس طبيعي. كورنيش صار يعني مقصد بشكل عام للعائلات، للشباب. نحن يعني ما لنا اولاد انه مدينه، لهيك ما لنا متعودين على جو المدينه، نطلع هون على الخضار وطريق فاضي، يعني أحسن بكتير من أن الواحد يأخذ مسبح أو هيك أمر. يعني المنطقة اللي قاعدين فيها نحن الهواء فيها ما أنه هيك نقي كل هالشيء، نجي لهون منشم الهواء، منطلع أنا ورفقاتي نترفه شوي وهيك يعني. والله هلق المنتزهات في عائلات، في ناس يعني ما بيصير مثلا هون احسن، خلص تقعد هون، لا يم مانك يم حدي ولا حدا يمك، تاخذ راحتك، كان في الكلام والكان في كل شيء. يعني نحن كشباب وين من قاعدنا مثل بعض، اما العائلات خلص لهم المنتزهات، لهم المناطق السياحيه، اما الشباب عادي مثل بعض وين من كان وين من قاعده، مهم يترفهوا. نحن هذا المشروع حبينا نساويه نستثمره اسوة انه الكورنيش المنفذ الوحيد لأدلب، امن وامان بهالبلد، وحبينا نساوي هالمشروع هذا. وفي فرص عمل عنا منيحة، في شيء 20-25 فرصة عمل عنا بالمحل، حبينا نساوي هالمحل واسعارنا متهاودة جدا جدا لانه أدلب طبقة فقيرة جدا جدا، وحبينا نساوي هالمشروع هذا والحمد لله في اقبال ومشروع ناجح الحمد لله رب العالمين. نحن هيك نطلع كل فترة يعني هون أنا ورفقاتي نطلع الكورنيش، يعني صاير المتنفس الوحيد بمحافظة إدلب بسبب ارتفاع درجات الحرارة. يعني تمام، هو الكورنيش يعني بتقول يعني بيناسب جميع الطبقات، الفقير والغني. تمام، في هون يعني بتلاقي أماكن، في منتزهات، في مدينة ملاهي، في براكيات. تمام، يعني تبيع اكسبريس، عصاير، هيك شغلات، فبيناسب جميع الطبقات الفقير والغني، وما بقى الناس فيها تطلع على اللاذقية ولا على غير اماكن، فصفى هون المتنفس الوحيد. في كراسي للشباب، في منتزهات للعائلات، يعني في اماكن خاصة واماكن عامة.